تحياتي لكم أعزائي. الدكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل مشاكل الرقبة ومشاكل الآلام اللي بتحصل في منطقة الرقبة وفي منطقة الأكتاف، وبتطلع على الرأس، بتطلع مع دوخة، وبصاحبها اخفرار، وبصاحبها نمنمي في الإيدين، بصاحبها آلام في الأكتاف. هذه بتكون ناتجة إما عن ديسكات، انزلاقات غضروفية في منطقة الرقبة، أو إما عن تشنجات في بعض العضلات الصغيرة اللي موجودة في منطقة الرقبة، وإما عن عملية التهابات حادة بتكون في مفاصل العمود الفقري في المنطقة هذه، المفاصل الخلفية من العمود الفقري. وأهم منطقة عندنا هون اللي هي منطقة الأخدعين، اللي هي موجودة في المنطقة هذه، ومنطقة الأخدعين تشكل بؤرة مدخل للأعصاب الوجهية 12 اللي بيجوا على منطقة الوجه وبيغذوا العينين والذنين والفم، وهي مخرج لجهازين أساسيات اللي هو السمبثاوي والباراسمبثاوي اللي موجودات وبيطلعوا من المنطقة هذه. السمبثاوي والباراسمبثاوي مسؤولات عن حركة الأعضاء الداخلية زي التنفس والمعدة والقلب وتسريع أو تنشيط أو تخفيف حدة التنفس، فهذه منطقة مهمة. فأي احتقان وأي ضغط على المناطق هذه سواء هون أو هون بيعمل عندنا آلام حادة في منطقة الرقبة لمنطقة الرأس. هذه الآلام ممكن علاجها وتفاديها عن طريق أول شيء القام الصح، بالطريقة نحافظ على اللوردوزز اللي موجودة هون بالطريقة الصح، والحرارة، كمادات المي السخنة، التليين. وهعطيكم تمرين واحد فقط تقدروا تعملوا اللي ترجعوا الوضعية هون بالشكل الصحيح. Let's do this exercise. بالطريقة هاي لورا، تعملوا شوي شوي مع نفس شهيق وزفير، شهيق من الأنف وزفير، شهيق وزفير. عيدوا لنا الحركة هذه 10 مرات، 15 مرة، 4 5 مرات في اليوم قبل الصلاة وبعد الصلاة، وحتحسوا هتشعروا في ارتياح كتير في عملية الآلام هذه، وحيخف وجع راسكم، وإن شاء الله بنتمنى لكم الصحة والعافية. حنكون معكم، هذا أول لايف معكم على التيك توك، بس هوعدكم حنكون في مواضيع شيقة، كلها مواضيع تتعلق في العلاج الطبيعي، العلاج بالأعشاب، بالطرق الطبيعية لتخليصكم من كل مشاكلكم، وخصوصا آلام العمود الفقري والديسكات وعركنسة وهاي المشاكل كلها حنحكي لكم عنها، ونكون متواصلين معكم. وأي أسئلة عن أي حالة رجاء حطي لي اياها بالتعليقات، حطوا لي اياها بالتعليقات، بقرا التعليقات وبطلع لكم بلايفات بس للاجابه على اي تساؤل. شكرا لكم، محمود السوس، دكتوراه علاج طبيعي وتاهيل، ميسيساغا، كندا، الساعه 11 ظهرا. شكرا لكم. لانه اول شيء خدعوك وقالوا التهابات، اي التهابات بنحكي عنها احنا؟ وين الالتهابات هذه؟ وشو الالتهابات هذه اللي فقط هي مبرر لبيع ادويه ضد الالتهابات؟ خدعوك وقالوا ضعف بالعصب وبدنا نقوي لك العصب وهاخذها الادويه ومش عارف ايش وكذا. خدعوك وقالوا الغضروف تاعك مهتري، بدنا فيش غضاريف والعمود الفقري والركبه، وفي عنا زيوت وفي عنا ابر زيوت وابر كورتيزون، وهذه بترجع لك النظارة وبتشيل الآلام وترجعك شباب للغضروف. خدعوك وقالوا اي غضروف بتحكوا عنه، اي ديجنريتيف تشينج هذه اللي بدكم ترجعوا لي اياها زي ما كانت بالاول، 61 سنة حرام عليكم، يعني كيف هاي بدها رجع الغضاريف تاعتها لعمر 20 سنة ولا 30 سنة؟ تمارين جيدة لانتصاب القامة ورفع الرأس للأعلى، جيدة جدا لعملية تخفيف حدة الانزلاقات الغضروفية. في هاي الحالة بدنا نرجع رأسنا لورا شوي شوي
ونضغط في الإيدين على العصاية اللي محطوط عليها بشكير ونكرر الحركات هذه. كمان ممكن نعمل حركات انحناء للشمال ولليمين بدرجات بسيطة. ممكن نعمل حركات التواء، هذا بيساعد كتير على حركة المنطقة الصدرية وتليينها وتخفيف آلام وتشنجات العضلات في منطقة العمود الفقري وأهم شيء في منطقة الرقبة، وحركة لعضلات الكتف وتليين لحركة الكتف، بس حركة قوية كتير لمنطقة الصدرية وبتخفف الآلام بشكل ملحوظ. اعمل العصب الخامس والعصب السابع. يجب أن نعمل المساج على خلف الأذن ومنطقة الرقبة والمنطقة الأمامية يوميا مرتين لثلاث مرات بزيت الزيتون مع الخل مع منقوع كأس الملح مع الليمون والمياه. سنوضع على الرأس بالطريقة هذه، وحاولوا وانتوا واضعينه على الرأس بدي تعملوا لي هرولة لمدة 5 دقائق. هذا كويس كتير التمرين. في عندك تشنجات او عندك تشنجات في الرقبة، هذا تمرين رئيسي للقامل ولتخفيف التشنجات، فقط هرولة هذا للقامل كويس للحفاظ على الرأس مرفوع، لتخفيف الام الديسكات، لتخفيف الام وجع الراس، الاحتقانات، الم الراس اللي من خلف الرقبة في منطقة الاخدعين، هذه كلها قلة تروية دموية وقامي خطأ. فهذا تمرين رئيسي للأطفال للقامي عشان يتعودوا يوقفوا بالطريقة الصحيحة مع بعض عملية الاسترخاء بهالطريقة الحلوة هذه اللي هي ممكن نستعين عنها في جرة مثلا أو في شيء على الرأس ونحاول. The spine is made up of many parts, the bony vertebra stacked on top of one another, shock absorbing discs between the vertebra, ligaments and muscles connecting the bones, and of course the spinal cord with nerves branching out into the body. Each rubbery disc in your spine has a tough outer layer and a spongy inner layer. Sometimes, due to aging, wear and tear, or an injury, the outer walls of the disc can weaken. This can allow the soft inner layer to bulge out, which irritates the spinal nerves and causes inflammation and pain. If the wall gets weak enough, the inner disc can even burst through, further pressing on the nearby nerves. This is called a herniated disc. When this happens in your lower back, it causes shooting pain down your leg, a condition called sciatica. When it happens near your neck, it can cause pain and numbness in your arms.